هل يجزئ إخراج الزكاة عن الغير دون توكيل منه؟ الزكاة هي عبادة، في حقيقة هي عبادة جامعة بين العبادة وبين يعني التكافل، كما يسمون مشتركة بين العبادة والشعائر وبين العادات والتكافل. فمن هنا من هذا الباب ما دام فيه جانب العبودي يحتاج فيها إلى النية، ولا يمكن أن يغني شخص عن الآخر إلا الأولاد عن آبائهم وأمهاتهم، لأن الأولاد كما ورد في الآثار يعني من كسب الوالد، ليس للإنسان إلا ما سعى، ولكن فإن الأولاد جزء من سعي الوالد، هو اللي رباه والوالد كذلك، فهذا يمكن. ما عدا ذلك يكون صدقة إن شاء الله عنه، لا بأس بذلك، لكن لا يكون زكاة في يعني مؤدات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على الشخص.